قول انه عالمنا الجميل الكره الارضيه صدفه. انا برايي عمرك سالت نفسك ليش كل الكون اللي رصدناه الان بجيمس ويب بالتلسكوبات ليه في حياه زي كوكب الارض؟ بيقول لك وجدنا كوكب لكن في كذا كذا، ما في دليل. ليه ما في زي كوكب؟ ما في. ليش المانيو كل هالكون الفسيح كل هالكواكب ما لي زي كوكب الارض؟ تعرف ما لقوا ناس هناك عايش. انا هاي فلسفتي الخاصه انه الله عز وجل يريد ان يقول لنا انتوا ليش مش صدفه؟ لو كنت صدفه لكنت مثل كل هالكواكب. الله جميل، نظرية حلوة. لو كنت صدفة لكنت مثل كل هالكواكب اللي ما فيها حياة ولا تطلب للحياة، كلها غاز وبراكين وأعاصير. انظر ماذا تصنع الصدفة. هذا كوكب الأرض مش صدفة، سيستم مخلوق. فاللي مش بقول لك انه اكيد في فضائيين في الكون، لانه شوف الكون ما نفسه. انا رأيي لازم في فضائيين. كيف ليش؟ ما في فضائيين. ليش؟ لان ما في حياة. ليش ما في حياة أخرى؟ لأنه كل هذه الكواكب دليل على عبثية الصدفة. فهمت علي كيف؟ السيستم الوحيد هو هذا الكوكب.